الله معكم أحبائي بالأحد الخامس من زمن الصوم أحد المخلى. كلمة رجاء عم بيعطينا إياها الرب من خلال إنجيل المخلى. كلمة رجاء تحكينا عن أهمية حياة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة بالكنيسة. كلمة رجاء تدعينا نصلي ببيوتنا ونوضع صعوباتنا العائلية وكلنا ثقة إنه الرب حاضر بوسط بيتنا. كلمة رجاء بتقلي إنه نحن مدعوين نحمل ضعف بعضنا، مدعوين نحمل أوجاع بعضنا، نحمل شلل وطننا ومجتمعنا ونضعهم قدام الرب الحاضر بوسط الجماعة وبوسط حياتنا. كلمة رجاء تدعيني اتحدى كل الصعوبات والمشقات لحتى أوصل لعند الرب، لأني بوثق إنه عنده وحده في الشفاء والراحة. وصوم مبارك.